أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، والتي نتحدث من خلالها حول دور المملكة العربية السعودية الداعم والمؤازر للقضية الوطنية الفلسطينية في يومها الوطني، إذ تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 88، وحيث تحتفل في 23 من سبتمبر من كل عام بهذا اليوم. المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها وقفت وما زالت تقف إلى جانب القضية الوطنية الفلسطينية، تقدم الدعم والإسناد المالي والسياسي وأيضا المعنوي للقضية الوطنية الفلسطينية وللقيادة الوطنية الفلسطينية. جملة من القضايا سنتحدث عنها والمواقف المؤازرة والداعمة لفلسطين منذ تأسيس المملكة العربية السعودية حتى يوم هذا، سيتم الحديث بهذه القضايا في اليوم الوطني السعودي. وبداية نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمود الهباش، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قاضي قضاة فلسطين. أهلا بكم سمحت الشيخ ومساء الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ بهذا الحوار مع ضيفنا في الاستوديو، نذهب إلى هذا التقرير للزميل فالح نصير، ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة. تفضلوا بالبقاء معنا. هي علاقة تاريخية ضاربة في القدم مبنية على الإخوة، فالمملكة العربية السعودية كانت وما زالت داعمة لقضيتنا الفلسطينية على مر الزمان، ويتجلى ذلك بمواقفها على الأرض وفي المحافل الدولية بعد أن رفعت الراية الفلسطينية عاليا وجالت بها مختلف المنظمات الدولية مناصرة لشعبنا وقضيته التي ظلت إحدى الثوابت السعودية. وإذ تمتد وتتواصل العلاقات، فإن التاريخ الحافل بالعطاء يشهد على عمق التلاحم بين حاضنة الحرمين الشريفين وحاضنة أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك، فالهم المشترك ظل يتقاسمه البلدان في وقت وقفت فيه المملكة العربية السعودية حصنا منيعا أمام محاولات النيل من قضيتنا التي تحاصرها الأخطار من كل حدب وصوب. فالواقع العملي على الأرض يظهر الانتماء والانحياز الكبير لصالح قضيتنا الفلسطينية عبر المواقف السياسية والدعم المالي والجسور التي أقامتها المملكة العربية السعودية وصولا إلى فلسطين وإسراجها قناديل القدس واحتضانها لاتفاقات المصالحة والتنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والسعودية على مختلف السبل. ولعل القيادة السعودية الحكيمة لم تتخلى يوما عن قضية شعبنا ولم تختلف عليها في وقت جابهت فيه المعيقات وتجاوزتها لإحقاق الحقوق الثابتة الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم، عبر تنسيق المواقف والسير بخطى ثابتة نحو وجهة واحدة دون أن تحد المملكة العربية السعودية عن أي حق لصالح القضية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. ومنذ زمن المغفور له الملك عبد العزيز بن سعود وأبنائه يزداد الترابط بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والسعودية، فضلا عن مواقف قادة المملكة التي كانت صارمة في التصدي لصفقة القرن ورفضها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عاصمة دولتنا المنتظرة التي تشكل محط أفئدة العرب والمسلمين حول العالم. فنبل المواقف السعودية لا يغيب مع استمرار مساعيها في الدفاع عن حقوقنا والمساندة في حشد الدعم الدولي وإجراء مباحثات مع الأسرة الدولية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ورغم المحاولات الحثيثة لضرب العلاقات الفلسطينية السعودية، فقد فشل الغربان في إثارة الشوائب في الروابط حين تحطمت كل المؤامرات على الصخرة الكأداء التي اعترضت طريق المارقين، ما يظهر حجم الأخوة بين الشعبين والقيادتين المبنية على الثقة والعمل على ذات الخطة في الموقف الموحد المتحد المنطلق من أرضية صلبة. كما أن راية السعودية ظلت خفاقة تنير ليل الفلسطينيين الدامس بفعل أنهر عطائها السياسي والاقتصادي، وهو ما رسخ صورة ثابتة في عقول وقلوب الفلسطينيين لتبقى ترافقهم على مدار السنوات. فالمملكة العربية السعودية بلد السلم والعلم استطاعت أن تفرض نفسها كلاعب على الساحة الدولية وكمناصر علني لفلسطين دون أن تخفي مواقفها في سيرها على طريق المجد كدولة عربية شكلت منارة على الخارطة السياسية. لبرنامج ملف اليوم، فالح نصير فالح. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبضيفنا في الاستوديو الدكتور محمود الهباش، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات
الإسلامية. أهلا بكم مرة أخرى دكتور، ومساء الخير لكم. حياكم الله. دكتور محمود الهباش، تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى 88 ليومها الوطني، اليوم الوطني السعودي الذي شكل مرحلة من التغيير وتوحيد المملكة العربية السعودية. ماذا تقولون للمملكة العربية السعودية التي تحتفل في هذه الأيام في 23 من سبتمبر من كل عام بهذه المناسبة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بهذه المناسبة العربية والسعودية والتي نعتبرها أيضا مناسبة فلسطينية، نتقدم بخالص التهنئة إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم المجيد، يوم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله. نهنئ الشعب السعودي، نهنئ خادم الحرمين الشريفين، نهنئ ولي العهد السعودي، ونهنئ الحكومة السعودية بهذا اليوم الخالد، يوم توحيد المملكة العربية السعودية، توحيد أراضي المملكة العربية السعودية تحت راية واحدة. نعم. في سابقة في غاية الأهمية، سابقة توحيد. نعم. الأرض العربية وتوحيد المواقف العربية. نحن من فلسطين باسم كل فلسطين، باسم نعم. القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، باسم الحكومة الفلسطينية، باسم الشعب الفلسطيني وجميع أبنائه وبناته، نتقدم بهذه التهنئة الخالصة التي تخرج من القلب إلى القلب. نعم. ومن الوجدان إلى الوجدان لكل سعودي وسعودية، بدءا من خادم الحرمين الشريفين وإلى باقي أفراد الشعب السعودي، نتقدم لهم بالتهنئة بالمباركة وبالأمنية والدعاء. نعم. بأن يحفظ الله تبارك وتعالى المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ سائر بلاد العرب والمسلمين من كل سوء، وأن يديم هذا الود. نعم. فيما بيننا، وأن يديم وحدة وتماسك وقوة واستقرار وأمن المملكة العربية السعودية وسائر بلاد العرب والمسلمين. نعم، بارك الله فيك. يعني دكتور محمود الهباش، للمملكة العربية السعودية مكانة خاصة في نفوس كل الفلسطينيين، نظرا للمواقف التي فرضت نفسها صراحة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، لم تقف بعيدا عن الشأن الوطني الفلسطيني، القضية الوطنية، ولم يقتصر ذلك صراحة على الدعم المالي. كيف تحدثنا عن ذلك؟ العلاقة بين السعودية وفلسطين، بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، ليست علاقة مجردة أو مقصورة على البعد السياسي أو البعد الاقتصادي أو البعد التحالفي أو غير ذلك. هي في المقام الأول علاقة عقيدة، علاقة عقدية مرتبطة بإيمان وإسلام وعقيدة الأمة كلها. يكفي أن تتأسس هذه العلاقة على العلاقة المتجذرة والجذرية بين المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية مع المسجد الأقصى المبارك في فلسطين. نعم. هذه العلاقة هي أكبر وأعمق وأقوى وأقدس من كل الاعتبارات الأخرى. طبعا هناك اعتبارات تضاف إلى هذه. نعم. العلاقة تعزز من هذه وتعززها العلاقة. نعم. وتقويها وتنطلق منها، ولكن حسبنا نحن الفلسطينيين والسعوديين أن هذه العلاقة التي بيننا هي أكبر من العلاقات المادية، أكبر من العلاقات البشرية، هي علاقة متجذرة في أصل. نعم. العقيدة الإسلامية التي نحملها جميعا. بلاد أو المملكة العربية السعودية هي بلاد الحرمين الشريفين، وفلسطين هي بلاد المسجد الأقصى المبارك. نعم. وهذه المساجد الثلاثة مرتبطة ارتباطا ربانيا، ارتباطا سماويا. الله تبارك وتعالى جذر وأكد هذه العلاقة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أين المسجد الحرام؟ في المملكة العربية السعودية. نعم. في مكة المكرمة. أين المسجد الأقصى؟ في القدس، في القدس وفي فلسطين. نعم. وبالتالي هذه العلاقة مرتبطة ومتجذرة في القرآن الكريم وبالقرآن الكريم، هي علاقة بقرار رباني وليست فقط بقرار إنساني وبقرار بشري. الآن نحن
الفلسطينيين والسعوديين، جميعنا نؤكد هذه العلاقة الربانية ونؤمن بها وننطلق منها ونحافظ عليها ونكرمها، هذه العلاقة التي بيننا من خلال هذه العلاقة وهذا التعاون وهذا التواصل الرائع بين الشعبين الفلسطيني والسعودي وبين القيادتين السعودية والفلسطينية. نعم. هذه العلاقة لن تنقطع أواصرها أبدا. يمكن أن تنقطع الأواصر فقط في حالة واحدة، إذا انقطعت أواصر المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، وهذه لن تنقطع، وهذا من المستحيلات. نعم. وبالتالي لا أحد يفكر في يوم من الأيام، نعم، أن يأتي زمن وتنقطع فيه العلاقة الفلسطينية السعودية أو تتأثر سلبا لا قدر الله العلاقة الفلسطينية السعودية، كما علاقة المسجد الحرام بالمسجد النبوي في المدينة المنورة بالمسجد الأقصى في القدس هي علاقتنا نحن، نعم، مع المملكة العربية، نعم، السعودية. طيب دكتور محمود الهباش، المواقف كثيرة بصراحة، وربما لا يسعفنا الوقت لاستذكار كل هذه المواقف، ولكن نذكر جيدا المواقف كانت منذ عام 48 عندما كان هناك دعم واضح وكبير للمجاهدين الفلسطينيين الذين دافعوا باستبسال عن القدس. هناك أيضا عام 69 ذكر حرق المسجد الأقصى المبارك عندما تم تأسيس ما كان يعرف بمنظمة المؤتمر الإسلامي وأصبحت لاحقا منظمة التعاون الإسلامي. مواقف كثيرة بصراحة، وربما نفرد بعض الإضاءات إذا ذكر عليها. يعني أنت ذكرت أن العلاقة من عام 48، أنا سأضيف لك شيئا، لا، هي العلاقة بدأت منذ أن بدأت القضية الفلسطينية، نعم صحيح، ومنذ أن بدأ حتى الانتداب البريطاني على فلسطين والاستعمار البريطاني في فلسطين الذي أخذ يمهد الطريق لنكبة فلسطين، نعم، ولإعطاء فلسطين كوطن قومي لليهود. نعم. منذ ما قبل عام 48 بدأ الاهتمام السعودي بقضية فلسطين، نعم، وبه قضية القدس. في عام 1931، نعم، أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله موفدا إلى مؤتمر القدس الأول الذي عقد بدعوة من المغفور له الحاج أمين الحسين رحمه الله. نعم. 1931. في عام 1936 جاء الأمير سعود الذي أصبح فيما بعد، نعم، الملك سعود بن عبد العزيز، جاء زائرا إلى فلسطين مؤكدا أن هذه الأرض أرضنا والقدس قدسنا ونحن مع الشعب الفلسطيني، إسلامية عربية فلسطينية بالتأكيد. نعم. إذن العلاقة والاهتمام والتواصل بدأ منذ ما قبل نكبة فلسطين عام 48. نعم. وعندما بدأت إرهاصات النكبة تظهر، نعم، في الأفق وتلوح في الأفق، وبدأت العصابات الصهيونية في حربها وفي هجومها وفي محاولاتها لفرض الأمر الواقع في فلسطين وتشريد أهل فلسطين، دخلت الجيوش العربية ومن بينها ومن ضمنها الجيش السعودي، جنود سعوديون نظاميون ومتطوعون سعوديون دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية، نعم، وحاربوا في فلسطين واستشهدوا في فلسطين، نعم، ودافعوا عن فلسطين. صحيح أن الحالة الاستعمارية كانت أقوى وأكبر من إمكاناتنا، نعم، كأمة عربية في ذلك الوقت وأدت إلى نكبة فلسطين، ولكن كانت حاضرة، حسبنا، نعم، حسبنا، نعم، أننا فعلنا ما نستطيع، نعم، المصريون فعلوا ما يستطيعون، السوريون، نعم، الأردنيون، والمملكة العربية، والمملكة العربية السعودية، نعم، كانت حاضرة في هذا الجمع، نعم، العربي الذي أعطى إشارة بأن الأمة العربية وإن تعرضت للجرح وإن تعرضت للضعف وإن تعرضت لهزة لكنها تستطيع أن تقف، نعم، وها قد وقفت في، نعم، ذلك الوقت وهي ومن يومها إلى اليوم لم يتذبذب، نعم، وأنا أقولها بكل صراحة، نعم، وبكل إخلاص، لم يتذبذب الموقف السعودي تجاه فلسطين، بقي ثابتا، بقي ثابتا، تغير العديد من الملوك على المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز الملك، نعم، المؤسس، ثم من جاء بعده من أبنائه وصولا إلى عهد الملك سلمان خادم، نعم، الحرمين، لم يتغير الموقف، هو ذات النهج، هو ذات النهج،
هم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نعم، طيب بارك الله بك. نرحب بانضمام أيضا سعادة السفير بسام الأغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية. السفير بسام الأغا أهلا بكم ومساء الخير لك. تحياتي واحترامي لضيفك العزيز الصديق دكتور محمود العباش وللإخوة الأفاضل من المملكة العربية السعودية المشاركين معنا. نعم أهلا بكم جميعا وبالمشاركين بطبيعة الحال. يعني السفير بسام الأغا، ماذا تقول للمملكة العربية السعودية التي وقفت وما زالت إلى جانب القضية الفلسطينية في يومها الوطني الذي يصادف 23 من سبتمبر من كل عام؟ أبدأ مهنئا حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وللشعب السعودي النبيل الكريم بهذا اليوم الوطني السعودي، يوم توحيد المملكة بقيادة المغفور له الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لتصبح المملكة ذات دور ريادي في الإقليم والعالم، ذات دور سياسي مؤثر في السياسة الدولية. المملكة العربية السعودية ذات مكانة ومكان. في هذا المقام أجد من المناسب بتوجيه التحية لفخامة الرئيس الزعيم محمود عباس الحريص على العلاقات الفلسطينية السعودية بنبض القلب، وأيضا أتوجه لفخامة الرئيس الزعيم محمود عباس الذي يكابد في مجاهل الأيام لانتزاع حقوقنا بتضحيات شعبنا متوجها للأمم المتحدة. له نقول في حلك وترحالك نبض القلوب مع وقع خطاك، وشعب فلسطين وكل حر وذات ضمير لله دعواتهم وصلواتهم خالصة أن يحفظك ويحميك لتظل رمزها الحي، رمزا لكل نبيل وعظيم في شعبنا، من أجل أن ترفع العلم فوق مآذن القدس عاصمة فلسطين. والتحية لأهلي أبناء فلسطين على امتداد الوطن المتجذرين في أرض الزيتون والطهارة مهبط الأنبياء، لكم التحية والمجد وأنتم تواجهون المحتل في كل المواقع في الخان الأحمر وفي القدس، في سجون الاحتلال، في غزة هاشم، غزة المكلومة، غزة أضناها الحصار، في الضفة الغربية حيث الاحتلال والحواجز العسكرية. أنا الآن سمعت الحوار مع فضيلة معالي الوزير دكتور الهباش بالعلاقات الفلسطينية السعودية منذ عهد الملك المؤسس. أريد أن أضيف لما قالوا، هذه القضية منذ عام 1915 إلى 26 وهي تؤثر في العلاقات ما بين الملك عبد العزيز آل سعود والبريطانيين، حيث ساوموه لكي يأخذ أجزاء من المملكة ويساندوه في توحيد المملكة. قالوا له عليك أن تقر لنا بوعد بلفور، عليك أن تقر لنا بانتدابنا أي الاحتلال على فلسطين. قال لهم أنا موقفي من فلسطين موقف عقيدة، ولا يمكن أن نتنازل عن فلسطين وعن القدس. أما بالنسبة للأبناء، الأبناء البررة كل له مآثر تجاه فلسطين. وأريد أن أنتقل نقلة أخرى، حيث الملك سلمان في مؤتمر القمة قال القادة العرب، قال هذه القمة قمة القدس، وكلنا نسمع ترامب وهو يقول أنها عاصمة دولة الاحتلال. نعم، سنذهب إلى قمة القدس يعني سعادة السفير ابقى معنا، ولكن نسير بشكل متدرج حتى الوصول إلى قمة القدس. إذا أننا بدأنا منذ تاريخ بداية هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية، هذه العلاقة التي تكبر وتستمر وتزدهر بسبب هذه المواقف المتماسكة والمرتبطة معنا. كان هناك أيضا مواقف للمملكة العربية السعودية في المجال السياسي، كانت في المجال الديني والثقافي والأخلاقي والقيمي، أيضا في الدور السياسي كانت هناك قمة فاس المغربية عند في عام 82 عندما طرحت قمة أو مبادرة الملك فهد، ثم جاءت أيضا مبادرة الملك عبد الله المغفور لهما في بيروت عام 2002. كيف تنظر للدور السياسي الداعم للقضية الفلسطينية على امتداد هذه العقود الطويلة من الزمن أيضا سعادة السفير؟ فلسطين بالنسبة للمملكة العربية السعودية
في صلب سياستها الداخلية والخارجية. نعم. الداخلية قضية فلسطين قضية داخلة لكل سعودي ولكل ملك، وكلنا نذكر مواقفهم في اللجنة الشعبية عندما كانوا يدعموا ولا زالوا يدعموا فلسطين. كان الملك سلمان يقول عندما كان أميرا للرياض: ادفع ريالا تنقذ عربيا، ردا على مقولة الصهاينة في الغرب: ادفع دولارا تقتل عربيا. مواقف المملكة مجندة مسخرة بالكامل لدعم فلسطين، وهذا بشهادة الحاج أمين الحسيني، بشهادة الرئيس المغفور له ياسر عرفات، أيضا الرئيس محمود عباس دائما يقول نحن ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ثقة كبيرة وعالية. مواقف المملكة في الأمم المتحدة، كلنا يسمع الأستاذ إبراهيم المعلم المندوب السعودي وكأنه مندوب فلسطين، وهو كذلك يتحدث عن فلسطين وقضية فلسطين. الدعم الكامل للشرعية الفلسطينية دون التدخل على الإطلاق في الشأن الداخلي الفلسطيني. نعم. الملك سلمان يقول نحن نقبل ما تقبلونه، وقالها للسيد الرئيس محمود عباس: ونرفض ما ترفضوه، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. نعم. الملك عبد الله عندما أنشأ صندوقي القدس والأقصى. نعم، هذه في إطار المواقف المستمرة والمتواصلة للمملكة العربية السعودية التي كان أشار إليها في بداية حديثه الدكتور محمود الهباش، التي تأتي من منطلق ديني والتزام أخلاقي وقيمي، وهذه الأصالة التي يعني ستستمر إن شاء الله بفعل هذه المواقف الدعم والمؤازرة. شكرا لكم سعادة السفير بسام الأغا، سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، لكم التحية والتقدير دائما وبوركت الجهود. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في ملف اليوم، وأيضا نعود من جديد للدكتور محمود الهباش مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية. يعني دكتور محمود، تحدثت بشيء من التفصيل حول الموقف الديني وكيف يعود ذلك إلى رباط ديني مقدس ولا يستطيع أحد فكاك هذا الرباط الديني. الآن نتحدث عن الدور السياسي أيضا، هناك مواقف سياسية جاءت في ظل منعطفات خطرة شئنا أو أبينا، هذه الحقيقة، كانت تقف المملكة العربية السعودية داعمة للشرعية الوطنية ممثلة بسيد الرئيس محمود عباس ولمنظمة التحرير التي كانت على امتداد عقود وما زالت هي المرجعية لكل الفلسطينيين. شوف، المملكة العربية السعودية بخادم الحرمين برأس الدولة وبحكومتها وبشعبها، نعم، يدركون إدراكا راسخا معنى القضية الفلسطينية، ليس فقط المعنى الديني، نعم، وإن كان هذا المعنى هو الأساس والقاعدة التي ننطلق منها، ولكن أيضا يدركون المعنى السياسي والأخلاقي، نعم، للقضية الفلسطينية. ولم تتغير مواقفهم تجاه هذه القضية ولا في مرحلة من المراحل. يدركون أهمية فلسطين وبأن فلسطين تمثل رأس الحربة، إما في صدر الأمة لا قدر الله أو دفاعا عن الأمة. فلسطين خندق الدفاع الأول ليس فقط عن أهل فلسطين وعن شعب فلسطين وعن هذه الرقعة الجغرافية المسمى فلسطين، ولكن هي خندق الدفاع الأول عن كل الأمة العربية والإسلامية، عن كرامة الأمة العربية والإسلامية، عن مقدرات الأمة العربية والإسلامية. القيادة السعودية تدرك ذلك، وهذا الإدراك ينعكس في مواقفها، ومواقفها التي نثق كما قال سعادة السفير، نحن نثق والقيادة الفلسطينية تثق والرئيس أبو مازن يثق بالموقف السعودي الذي ينطلق من وعي حقيقي ووعي ثاقب بأهمية التمترس خلف القضية الفلسطينية والدفاع عن القضية الفلسطينية. الدفاع عن القضية الفلسطينية هو دفاع عن مكة والمدينة، نعم، ودفاع عن الرياض، ودفاع عن بغداد، ودفاع عن عمان، ودفاع عن القاهرة، ودفاع عن الرباط. الذي يدافع عن فلسطين هو ليس فقط يدافع عن أهل فلسطين، وإنما يدافع عن الأمة كلها بكل عناصرها، بكل شعوبها، بكل أقطارها، بكل بلادها. القيادة السعودية، وهذا من فضل الله عز وجل ومما يدخل السرور في نفوسنا ويجعلنا يعني مطمئنين، نعم،
إلى سلامة الموقف السعودي وقوة وصلابة الموقف السعودي أن القيادة السعودية تدرك هذه الحقائق، تدرك طبيعة القضية الفلسطينية، وتدرك المنطلقات التي يجب أن تتمترس خلفها الأمة بكل بقضها وقضيضها من أجل القضية الفلسطينية. وهذا جعل دور المملكة لا يقتصر على الجانب الديني، رغم أنه كما تفضلت مرتكز أساسي في العلاقة. كل عناصر الوقوف مع فلسطين المملكة العربية السعودية كان لها باع طويل فيها وباع راسخ فيها. سياسيا الموقف السعودي تجاه فلسطين لم يتغير، وهو ما عبر عنه الملك سلمان في أكثر من مناسبة، وحتى من قبله الملوك الآخر، الملك عبد الله، من قبله الملك فهد رحمهم الله جميعا، والملك خالد، والملك فيصل، وإلى الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، كانوا يقولون نحن مع فلسطين كما يريدها الفلسطينيون، وبالتالي ما يختاره الفلسطينيون هو خيارنا، وما يرفضه الفلسطينيون نحن نرفضه. وخلينا نتكلم بشيء من الوضوح والصراحة. قبل فترة عندما جاء الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي وبدأ يتحدث عن صفقة القرن وما صفقة القرن وهذا الكلام الفارغ الذي جاءنا به والذي ليس له قيمة، ظن الرئيس الأمريكي أن بإمكانه أن يجعل السعودية تغير موقفها، وظن البعض أن السعودية يمكن أن تستجيب لطلبات الرئيس الأمريكي. فوجئ الجميع بموقف صارم وصلب من خادم الحرمين الشريفين من الملك سلمان، وتجلى هذا الموقف في مناسبتين. المناسبة الأولى عندما التقى بالرئيس أبو مازن في الرياض وسمع منه الرئيس أبو مازن ما يثلج الصدر، قال له أنا معك في كل ما تريد، وقال لمن حوله من الأمراء والوزراء والمسؤولين، قال لهم ما يختاره الفلسطينيون نحن نختاره، وما يوافق عليه الفلسطينيون نحن نوافق عليه، وما يرفضه الفلسطينيون نحن نرفضه، ونحن نريد ونفهم أن السلام يتحقق فقط بقيام دولة فلسطين، بقيام الدولة الفلسطينية وباستقلال فلسطين وبحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير. المناسبة الثانية في قمة الظهران، القمة الأخيرة، قمة القدس، التي صعق فيها الموقف السعودي كل الذباب الذي أخذ يطن ويحاول التشويش على العلاقة الفلسطينية السعودية، وكان موقف الملك سلمان موقف صارم وحازم كالعادة. أولا عندما أطلق اسم القدس على القمة. كأنه يقول لترامب ولا غير ترامب، تصدر قرارات، تصدر مراسيم، تطلع إعلانات، إحنا موقفنا لا يتغير، وموقفنا هو موقف الأمة. وشيء طبيعي يعني المملكة العربية السعودية ليست مجرد دولة عادية في المنظومة العربية، لها دور ومكان عالية. طيب نرحب أيضا بانضمام الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السابق، يتفضل معنا. مساء الخير وأهلا بك معنا دكتور محمد، أهلا بكم. أهلا وسهلا، أهلا بك وأهلا بضيوفك وأهلا بتلفزيون دولة فلسطين، أهلا وسهلا. يا مرحبا بكم دكتور محمد الزلفة، نرحب بكم. معنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمود الهباش مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، والمملكة العربية في ازدهار دائم بهذا العطاء الذي لا ينضب المستمر والمتواصل، الذي يستند أيضا إلى إرادة السعوديين وإرادة خادم الحرمين الشريفين في نهضة المملكة العربية السعودية ورفعتها ومكانتها المرموقة والعالية دائما إن شاء الله. شكرا على التهنئة، وعيد المملكة العربية السعودية هو عيد لكل العرب، فالعرب كان ينشدون الوحدة العربية، ولا زال المخلصون الصادقون يعملون من أجل هذا. المملكة العربية السعودية في بداية منذ تكوينها في عهد الملك عبد العزيز وهي دولة وحدوية، وحدت أجزاء كبيرة جدا في الجزيرة العربية، كانت متناثرة أكثر من 6 إمارات كل منها يحارب الأخرى،
واكثر من مئات قبائل، كل قبيله تعتبر نفسها امه قائمه بذاتها. فضرب المثل العظيم في توحيد اهم بقعه في العالم العربي وهي جزيره العرب، ليحفظ بهذا النهج في امل او ما يتطلع اليه المخلصون لامه عربيه واحده موحده ان شاء الله. نعم دكتور محمد، يعني القضية الفلسطينية أو المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية. تحدث ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمود الهباش عن مراحل طويلة من العمل المستمر الذي قامت به وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية دعما لفلسطين، القضية والإنسان والشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الأول عن الكرامة العربية أمام هذا المحتل الغاصب إسرائيل. كيف تحدثنا عن علاقة المملكة ودورها في هذا الدعم لفلسطين؟ المملكة العربية السعودية من الدول العربية الرائدة في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية وعد بلفور، والمملكة لازالت تتشكل وتتوحد، ولكن كان تنظر إلى ما كان يحدث في فلسطين وما كانت بريطانيا قد وعدت وعود لا يحق لها أن تصدر تلك الوعود، كانت تنظر وتتابع ما كان يحدث. الملك عبد العزيز كان له أحاديث طويلة، وعلى منذ حوالي 3 أشهر نشرت حديث طويل للملك عبد العزيز تقريبا عام 1934 أو 43 حول قضية فلسطين مع سياسي بريطاني كان المندوب الثاني البريطاني في الكويت اسمه ديكسون. كان يتحدث الملك عبد العزيز عن القضية الفلسطينية أكثر ما تحدث عنه أي زعيم عربي، وحتى كمان القادة الفلسطينيين كان الملك عبد العزيز فلسطيني أكثر من البعض من الفلسطينيين. ومن ثم كان ينظر إلى هذه القضية وكان يقول حينما أراد البعض أن يتاجر بالقضية الفلسطينية منذ بداية تكوين المشكلة وحرب 47 ثم 48 ثم بعد ما بعد ذلك، الملك عبد العزيز كان موقفه ثابت راسخ، القضية الفلسطينية قضية شعب، يجب أن ندعم هذا الشعب بكل ما أوتينا من قوة، وهذا شعب حي وقادر على أن يدافع عن قضيته. ولكن حينما دخلت قضية فلسطين في سوق المساومات من قبل بعض الأنظمة العربية ومن قبل بعض الشخصيات العربية ومن قبل الآن إيران وما على شاكلتها يتاجرون في القضية الفلسطينية، المملكة العربية السعودية لن يتغير موقفها منذ أيام الملك عبد العزيز إلى أيام الملك سلمان بن عبد العزيز الآن، كان أكبر مناصر للقضية الفلسطينية. يشهد على ذلك الراحل أبو عمار والمندوبين الدائمين الفلسطينيين في الرياض. المملكة ساهمت في حروب فلسطين كلها داعمة حتى كمان لدول ما يسمى دول الطوق ودول المقاومة. المملكة العربية السعودية رشحت واحد من أكثر الفلسطينيين عروبة وفلسطينيا ومفوها أحمد الثقيري، وعينته مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة لكي يناضل من أجل قضية فلسطين. هذه مواقف المملكة العربية السعودية لم تتغير أبدا، ولكن المجاهدين هم الذين يدخلون سوق المزايدات وللعكس. نعم، ولكن الكل هنا كل فلسطينية وكل فلسطيني يدرك هذه المواقف المؤازرة والدعم التي تفضلت بذكرها دكتور محمد، يعرفها كل الفلسطينيين. لكم التحية والتقدير دائما، بوركت جهودكم ودام هذا العطاء المستمر والمتواصل لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية التي نتمنى لها المزيد من الازدهار دائما كما هي العادة، وكما نحن نعرف جميعا نتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بألف خير. الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي، لكم التحية والتقدير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شكرا سيدي، ولفلسطين العزة والنصر بحمد الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. دكتور محمود الهباش، استمعنا ما يثلج الصدر من الدكتور محمد الزلفة، هذه المواقف التي المستمرة والمتواصلة وهذا الإصرار على الاستمرار بدعم فلسطين في كل تحركاتها ودعم للقيادة الوطنية الفلسطينية. هذا الذي نعرفه، نحن لا نعرف شيئا غير هذا. نحن نعرف ونقر ومتأكدون من موقف المملكة العربية السعودية، متأكدون تماما. واثقون بأن هذا الموقف لم يتغير في السابق ولن يتغير اليوم،
ونحن ندرك أهمية المملكة العربية السعودية. هذه النقطة التي كنت أتحدث عنها. المملكة العربية السعودية ليست دولة عادية في المنظومة العربية والإسلامية، نحن ندرك هذا. وجود الحرمين الشريفين يعطي القوة الروحية للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة في المنظومة العربية وفي المنظومة الإسلامية، دولة محورية. حتى البعد الجغرافي، حتى بالبعد الجغرافي هي دولة محورية ودولة مهمة، تحتل مكان استراتيجي ومكانة مؤثرة في المنظومة الدولية بشكل عام وفي المنظومة العربية والإسلامية على وجه التحديد. نحن ندرك هذا، ولذلك نحن حريصون على أن تستمر علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وبالقيادة السعودية وبالشعب السعودي قوية متينة راسخة، لا تتأثر بالعواتي، لا تتأثر بالمنغصات. ومواقف المملكة العربية السعودية حتى على الصعيد الدولي، ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية، هناك انسجام وتناغم بين موقف القيادة الفلسطينية وموقف القيادة السعودية، هناك توافق على كل الملفات، مش بس على الملف الفلسطيني، مش يعني ليس فقط على ما يخص صعيد فلسطين. ما يخص فلسطين، نعم. ما يخص الإقليم أيضا، نعم. ما يخص العلاقات مع الدول الأخرى. يعني لي سؤالكم دكتور محمود الهباش، أشار بشيء من الصراحة الدكتور محمد زلفة عن بعض المحاولين الذين يتدخلوا أو يقدموا أنفسهم بأشكال تختلف عن حقيقتهم، ربما منافقين. بصراحة هل لديكم قلق من هذا الدور للبعض؟ نحن ندرك أن هناك بالتأكيد من يحاول أن يشوش، من يحاول أن يمزق الصف، من يحاول أن يخرب العلاقات العربية العربية، ومن ضمنها العلاقات الفلسطينية العربية والعلاقات الفلسطينية الإسلامية. نحن ندرك هذا ونعرف جيدا، ونعرف من يقف وراء هذه المحاولات، ولكن بفضل الله عز وجل أن كل هذه المحاولات باءت سابقا بفشل ذريع، لأن وعي القيادات القيادة الفلسطينية ووعي القيادات العربية وعلى رأسها القيادة السعودية حال دون نجاح هذه المحاولات الفاشلة، هذه المحاولات المغرضة، واستمرت منظومة العلاقة الفلسطينية العربية، منظومة العلاقة الفلسطينية السعودية لوجه التحديد قوية ثابتة راسخة، لم تتغير ولم تتبدل. يعني تغيرت حقب مختلفة ومتتالية في التاريخ السعودي، تاريخ المملكة العربية السعودية، ولكن بقيت العلاقة الفلسطينية السعودية كما هي، لم تتغير. تغيرت اعتبارات كثيرة على الساحة الدولية، تقاطعات وتحالفات واعتبارات ومواقف قوى ومصالح، ولكن لم تتأثر سلبا العلاقة الفلسطينية السعودية. نحن ندرك مكانة المملكة العربية السعودية وقوتها والقيادة السعودية، وأنا أثق بهذا، ونحن واثقون من هذا، تدرك دورها وتدرك أهمية دورها وتدرك ما يجب عليها أن تقوم به، ولذلك تقوم بهذا الواجب، وتقوم بهذا الدور وتؤدي هذا الدور المحوري المركزي في دعم قضية العرب والمسلمين الأولى وهي قضية فلسطين. الدعم السعودي لم يتغير، لماذا؟ لأن السعودية تدرك ماذا يجب عليها أن تفعل، وهي تقوم بما يجب عليها أن تفعله، تقوم بهذا عن طيب خاطر وبدافع ذاتي. ليس هناك أحد يجبر، يعني بمعنى ليس هناك قوة خارجية تجبر السعودية على الوقوف بهذا الموقف، ولكن القناعة التي الإيمان، القناعة والإيمان والثقة وإدراك ضرورة وضرورات العمل السياسي والمواقف السياسية التي يجب أن تقوم بها أو تتخذها المملكة العربية السعودية هو الذي يجعلها تقف هذه المواقف الثابتة والراسخة. نحن نحترم هذا الإصرار السعودي وهذا الموقف السعودي، ونحترم العلاقات الأخوية المتينة الوثيقة التي كما قلت آنفا تجذرت وتأسست على أبعاد عقائدية، أبعاد دينية وتاريخية،
كذلك أبعاد سياسية وأخوية نعم. وأخلاقية. نعم، نرحب أيضا بانضمام المستشار الأستاذ سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سعادة المستشار وتحية لكم، ونهنئكم أيضا في اليوم الوطني السعودي في هذا اليوم الذي يعني الكثير ليس فقط للمملكة العربية السعودية وإنما لكل الشرفاء والأحرار في هذا العالم. ونحن هنا في فلسطين نتمنى لكم دائما التوفيق والازدهار والتقدم. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك أخي الكريم، وحييك يا مرحبا يعني الشعب الفلسطيني، وهذه مناسبة عظيمة وهي سعيدة حقيقة، ولعل جزءا من سعادتها الإطلالة عبر هذه الشاشة المباركة عبر شاشة الشعب الفلسطيني، ويعني في الحقيقة التهنئة لكل الأمة العربية والإسلامية، لكل الشعوب المحبة للسلام، لكل الشعب الفلسطيني الذي نفخر به حقيقة، و يعني قضيته في مقدمة قضايانا العربية والإسلامية الدولية في المملكة العربية السعودية. في الحقيقة الكل يعرف تاريخيا أن هناك يعني أحد الأبعاد المهمة والرئيسة التي تتمحور حولها سياستها الخارجية هو محور القضية الفلسطينية. هذا المحور هو محور قوي، محور فعال، محور مؤثر، محور مفصلي في العلاقات السعودية، في علاقاتها بالجوار الإقليمي وفي علاقاتها بالقوى الدولية. القضية الفلسطينية يعني هي تشغل مكانها الطبيعي والحقيقي في قلوب السعوديين، في قلوب القادة، في قلوب العرب والمسلمين. لذلك كانت العلاقات دائما في حقيقة في مرتبة متقدمة وفوق كل الشكوك، ولعلنا كنا مؤخرا في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وكانت هناك القمة العربية الأخيرة التي أطلق عليها يعني قيادة هذا البلد خادم الحرمين الشريفين نفره الله قمة القدس، وكان فيها حضور فلسطيني مميز، وكان هناك الصوت الفلسطيني عبر القيادة الفلسطينية فخامة الرئيس محمود عباس، وتحدث حقيقة عن جذور وأهمية وأبعاد العلاقات السعودية الفلسطينية ومحوريتها، و يعني أزالت في الحقيقة كثير من يعني ما تحاول جهات وفصائل وأطراف يعني التشكيك حوله في العلاقات. الشيء الأهم والأهم جدا في الحقيقة هو يعني الصوت السعودي الثابت حول أي قضية للسلام أو للمصالحة مع أي طرف موجود. هناك الثوابت، هناك الحقوق الفلسطينية، هناك يعني رضا وقبول الشعب الفلسطيني بما يعني يجب أن يتم يعني قبل أو بعد، بمعنى الشعب الفلسطيني الكل في الحقيقة في إمرته، الكل داعم له، والكل مباركا لي يعني خياراته المصيرية الواضحة والمعروفة. ونحن اليوم في المملكة نحتفل بهذا اليوم، بالحقيقة يسعدنا ويشرفنا أن يحتفل معنا كل أشقائنا العرب، أشقائنا المسلمين، أخواننا في كل مكان، وبالأخص شعبنا الشقيق، شعبنا يعني الصنم الفلسطيني. في الحقيقة هذه فرحة للجميع في الحقيقة، وهي ذكرى يعني مجيدة للجميع، تؤسس لعمل عربي مستقر، تؤسس لحقوق راسخة، تؤسس لرؤية واضحة لدى القيادات الحالية ولدى الأجيال القادمة، يعني الأسس الثابتة عدم التفريط في الحقوق، ويعني الاستمرار دوما وأبدا في يعني تحقيق كل ما من شأنه رفعة وعزة الشعب الفلسطيني وأشقائه العرب في كل مكان. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السعودية، لكم التحية والتقدير، وبارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة. ونعود من جديد إلى الدكتور محمود الهباش. يعني الدكتور محمود تحدث عن مفاصل هامة المستشار سالم اليامي ودور للمملكة العربية السعودية، تفويت الفرص على الآخرين، بقيت القضية كما تفضلت وأشرت في حديثك دكتور محمود، بقيت حاضرة القضية الفلسطينية لدى كل الملوك في منذ تأسيس المملكة العربية السعودية. القضية الفلسطينية كما أشار الأخ الكريم، وكما نقول دائما، وكما يردد كل الزعماء والقادة والسياسيون العرب والمسلمون، نعم، هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ولا أحد يمكن أن يغير أولوياته في هذا الموضوع. نعم. لا أحد يريد ولا أحد يقدر حتى أخلاقيا. نعم. وكلنا ثقة ونحن ندرك ذلك وواثقون ونفتخر، نحن نفتخر بإخواننا وأشقائنا العرب والمسلمين
نفتخر بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على هذه المواقف التي لم تتذبذب ولم تتغير، حتى في جذر الثقافة العربية الأصيلة، في جذر الثقافة والوعي الإسلامي المنطلق من القناعات الإيمانية والعقائدية، متجذرة فلسطين في 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 وعي كل واحد منا، في وعي كل شخص في رقعة الجغرافيا العربية والإسلامية التي تنتظم كل الكرة الأرضية، في وعي كل إنسان منا يولد وتولد معه فلسطين وتولد معه القضية الفلسطينية. ولا يمكن لأي عربي أو مسلم أن يتخلى عن واجبه تجاه فلسطين، أو أن يتخلى عن قناعته بقضية فلسطين وعن دوره أيضا. كل واحد منا له دور، كل واحد من الأمة ومن الدول، ربما يختلف الدور باختلاف طبيعة الدولة ومكانة الدولة وأهمية الدولة ومركزيتها. قدر المملكة العربية السعودية قدرها أن تكون دولة ذات شأن، أن تكون دولة مركزية، قدرها أن تكون دولة محورية، قدر قيادتها أن تتولى خدمة الحرمين الشريفين. وبالتالي يرتبط ارتباط وثيق خدمة الحرمين الشريفين بخدمة المسجد الأقصى وقضية المسجد الأقصى التي هي قضية فلسطين، لأن قضية القدس هي جوهر أو قلب القضية الفلسطينية، بدونها تختفي وتنتهي القضية. وبالتالي هذا القدر الذي أنعم الله به على المملكة العربية السعودية فوق النعم التي حباها به بها، قدرها أن تكون في هذا المركز، في هذا المكان المركزي المحوري، في صدارة قيادة العمل العربي والإسلامي المشترك الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى. وأي تحرك عربي وأي تحرك إسلامي لا تكون فلسطين عنوانه الأساس لا يكون تحركا جادا وحقيقيا. دائما فلسطين كانت على رأس سلم الأولويات العربية، على رأس سلم الأولويات السعودية. ما سمعنا ولا في مناسبة من القيادات السعودية من وفي المقدمة خادم الحرمين إلا كل اهتمام ووقوف بكل طاقة وبكل قوة مع فلسطين ومع قضية فلسطين. بارك الله بك دكتور محمود الهباش، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية وعلاقات إسلامية، أيضا قائد قضاة فلسطين، لكم التحية والتقدير، بارك الله فيكم. نشكر أيضا مشاهدينا الكرام، ضيوفنا كان معنا بسام الأغا سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، وأيضا الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي، وأيضا المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السعودي، أيضا لهم ولكم جميعا التحية والاحترام. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية، نلقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.